السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا في بيت الشيخ العيساوي ومعنا الحاج عبد الله ولد حاج ابراهيم ربي يرحمه وجدو الشيخ العيساوي الله يرحمهم ان شاء الله، الله يرحم المسلمين وكل. يعطينا كلمة صغيرة بارك معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بهذه الفرحة وبهذه المناسبة العظيمة، مناسبة الشهر العظيم شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. بهذه المناسبة العظيمة نهنئ شعب رأس الواد وشعب برج بؤرريج وشعب الجزائر عامة وشعب الأمة الإسلامية خاصة، ونقول لهم هنيئا لكم بهذا الشهر المبارك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصيامه وقيامه وأن يجعلنا من المتقبلين فيه إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الشهر مدرسة عظيمة، مدرسة الصبر ومدرسة الفتح ومدرسة الثبات ومدرسة الجمع، جمع الخير للآخرة. هديناه النجدين، نسأل الله عز وجل أن يكون من المهتدين فيه إلى طريق الخير إن شاء الله. فهنيئا لنا شعب الجزائر بهذا الشهر العظيم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه لكل خير. آمين. السلام عليكم. آمين رب العالمين. الحاج عبد الله، نسألك سؤال صغير، مدرسة قرطانية إن شاء الله، أسكي تخدم في يبقوا يقراوا في شهر رمضان ولا يروح يروح؟ نعم، المدرسة القرآنية إن شاء الله مفتوحة في شهر القرآن. الإمام مالك رضي الله عنه كان يشتغل بالحديد، وكان إذا أتى شهر الصيام يترك الحديث ويشتغل بالقرآن، فكيف يذهب الطلبة إلى عطلة؟ وهذا الشهر هو شهر الجمع وشهر الحصاد، نسأل الله عز وجل أن يفتح عليهم. الطلبة إن شاء الله هم الآن يدرسون إلى آخر يوم من يوم رمضان إن شاء الله، والحفظة منهم مشتغلون بالتراويح في بعض المساجد التي يطلبها الناس، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وبارك الله فيكم إن شاء الله. وكش ما عندكم برنامج في شهر رمضان هذا؟ نعم، في هذا الشهر العظيم هناك تكثيف من القرآن، سواء من جانب الطلبة الداخلين أو من جانب الخارجيين أو من جانب الفرع النسوي، وهناك كذلك دراسة البخاري، صحيح البخاري كذلك يتلوه الطلبة مع شيخهم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل التوفيق إن شاء الله. الله يبارك فيكم ونشكركم على هذه الزيارة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصائمين القائمين المتقبلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.